بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كورس الكمبيوتر نتوركس شابتر 1 المحاضرة الثالثة. هنتكلم عن البرفورمانس بتاع النتورك. شابتر 1 وصلنا فيه لحد 1.4 اللي هو إن شاء الله هنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم عن الديلي واللوس ثروبوت النتورك. يعني احنا كنا ادينا المحاضرة اللي فاتت برضو فكرة وشرحنا شوية في حتة الديلي واللوس، وهنكمل موضوع الثروبوت وبعض الموضوعات الأخرى إن شاء الله. يعني إزاي بيحصل لوس في نتورك في الباكيتس، إزاي بتفقد الباكيتس؟ قلنا لو كان في باكيت جاية من جهاز والسرعة من الجهاز لحد الراوتر مثلا، لحد الراوتر في اللينك ده اعلى من السرعه، يعني السرعه اللي داخله على الراوتر اعلى من السرعه اللي طالعه من الراوتر، الباكيت بتتحط في كيو تمام، وبتطلع يعني بالتتابع اول في الاول. طيب فاذا اذا زادت سرعه الباكيت عن الان، يعني الانبوت اللي داخل على الراوتر اعلى اكسيدز اللي هي السرعه اللي داخله اللي طالعه منه، زادت عن السرعه اللي طالعه منه، ايه اللي بيحصل؟ بتتحط في كيو. طب اهي باكيتس ارايفل ريت، باكيتس كيو ان راوتر بافرز، بافرز باكيت ارايفل ريت تو لينك اكسيدز اوتبوت لينك كاباسيتي. في حاله ان الارايفل ريت بتزيد عن الاوتبوت لينك كاباسيتي، الكاباسيتي بتاع الاوتبوت لينك، الاوتبوت لينك كاباسيتي طبعا احنا قلنا بيتقاس بالباند ويدث، يعني الباند ويدث للينك اللي داخل على الراوتر اعلى من الباند ويدث اللي طالع، فبالتالي الباكيت بتتحط في كيو تمام. طيب قلنا اذا امتى بيحصل فقد للباكيت؟ اذا الكيو دي اتملت فبيحصل دروب للباكيت دي. طيب احنا دلوقتي عندنا شويه يعني ميجرز، ممكن نقول عليهم ميجرز بيقيسوا البرفورمانس بتاع النتورك. ازاي الميجرز دي اللي بنقيس بيهم البرفورمانس؟ اول حاجه او شويه ديليز، يعني عندي ديلي الاولاني اللي هو البروسيسنج ديلي. عشان نحسب الديلي من اول الباكت ما طلعت من الجهاز لحد ما وصلت للديستنيشن، من اول السورس للديستنيشن اللي انا هروح له، في أربعة ديليز، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الديلي من أول من الأول لحد الآخر هو بيسموه الدي نودل، الدي نودل، فالدي نودل بيساوي أربعة، اللي هو الدي نودل هو من أول نود لآخر نود، بيساوي أربعة ديليز. دي الأولاني البروسيسنج ديلي بلس الدي كيو بلس الدي ترانسميشن بلس الدي بروباجيشن. الدي بروسيسنج اللي هو بيسموه نود البروسيسنج بيحصل فيه ايه؟ الباكت اول ما بتطلع من السورس بيحصل لها حاجه اسمها تشيك بيت ايرورز، اول ما بتوصل للراوتر، اول ما بتوصل للراوتر طلع من الديستنيشن وتوصل للراوتر بيتشيك عن لو في ايرورز في البيت اللي جايه، بيديترمين اللي هو الايه؟ الاوتبوت لينك، بيشوف بقى هي هتطلع. طبعا الراوتر زي ما اتفقنا بيطلع منه اكتر من لينك، فهي هتمشي في اي في سكه، هو بيحدد، هو ما عملش لسه بوشنج، ما عملش فوروردنج، هو هنا بيعمل راوتنج، يعني في الراوتنج تيبل بيبص في الراوتنج تيبل هي هتمشي في انهي لينك تمام، والكلام ده بياخد اقل من ملي سكند. تاني ديلي اللي هو الكيوينج ديلي، ده احنا اتفقنا ايه هو الكيوينج ديلي، اللي هي الباكيت التايم اللي هتقعد فيه الباكيت لما تدخل الكيو، هتفضل قد ايه في الكيو؟ تايم ويتنج ات اوتبوت لينك فور ترانسميشن، هتفضل في الكيو مستنيه انها تطلع ايه؟ الترانسميشن تمام؟ وده طبعا بيعتمد على الكونجيشن ليفل اوف راوتر، هل في زحمه في الراوتر ولا لا؟ يعني هي هتفضل في الكيو مستنيه ترانسميشن. في ترانسميشن ديلي، وده مش عايزين نتلخبط بين ترانسميشن ديلي وبين البروباجيشن ديلي.
ترانسميشن ديلي هو الوقت اللي بياخده الراوتر عشان يبوش الباكت في اللينك. يبقى اذا الوقت ايه اللي بياخده الراوتر عشان يبوش عشان يبعت عشان يرسل الباكت ايه لللينك عشان تمشي في اللينك. وده بيتقاس بالال على ار. ايه هو الال؟ دي ترانسميشن بتساوي ال على ار. الال اللي هي الباكت لينث بتقاس بالبيتس، والار هي الباندويث بتاع اللينك اللي هي اللي هيبعت فيه الباكت، وده بيتقاس بالبيت بير سكند. تمام؟ واذا دي ترانسميشن بتساوي ال على ار. طب ايه هو دي بروبوجيشن؟ بروبوجيشن ديلي هو بقى الوقت اللي بتاخد الباكت وهي ماشيه بقى في الطريق لحد ما توصل للديستنيشن. وده بيتقاس بدي على اس. ايه دي على اس؟ دي اللينث اوف فيزيكال لينك، طول الفيزيكال لينك، طول السلك نفسه اللي ماشيه فيه، على الاس على السرعه. تمام؟ بروبوجيشن سبيد ان ميديوم على سرعه اللينك نفسه، يبقى طول السلك على سرعه اللينك نفسه. وده طبعا السرعه دي عاده طبعا معروفه بتتقاس بالمتر على السكند، بالمتر. ام هنا معناها متر، اللي هي تقريبا 2 في 10 اس 8، ودي سرعه بتبقى يعني ثابته في معظم اللينكس يعني. تساوي دي على اس، وطبعا دي اللينث اوف فيزيكال لينك اللي هو دي، والاس اللي هي السبيد، وبتتقاس بالمتر على ايه؟ على السكند. طبعا لازم نوحد الايه المعايير. يعني انا لو هشتري طبعا هنا بالمتر، يبقى لازم طالما السرعه بالمتر على السكند يبقى لازم الديستنس فوق تبقى بالمتر. طب لو انا هغير هخليها مثلا باقل بحاجه ثانيه غير المتر، بالكيلومتر او بالكيلومتر مثلا، يبقى اذا اخلي المقام برضه بالكيلومتر. ما ننساش زي ما اتفقنا نحول كل ايه نوحد الايه. وهنا برضه في الال على الار، هنا بيتس على بيت بالسكند، لا ممكن مثلا بالكيلو بيت او الميجا بيت او الجيجا بيت، يبقى لازم تحت برضه نوحد نحول بحيث ان يعني نحول لهذه المقاييس بحيث انها تكون ايه فوق بالكيلو وتحت بالكيلو، فوق بالبيتس وتحت بالبيتس وهكذا. هنا بيقول لك خلي بالك ما تتلخبطش ما بين الترانسميشن ديلي وما بين البروبوجيشن ديلي، الاثنين فيري ديفرنت. زي ما اتفقنا ايه هو الترانسميشن ديلي؟ ذا اماونت اوف تايم ريكوايرد فور ذا راوتر تو بوش اوت الوقت اللي بياخده الراوتر عشان يطلع الباكت في اللينك. طيب في ان البروجيشن ديلي از ذا تايم تيكس تو بروجيت فروم وان راوتر تو ذا نيكست، الوقت اللي بتاخده الباكت من اول من راوتر للراوتر الثاني. طبعا ده طبعا في اختلاف كبير ما بين الوقت اللي بياخده الراوتر عشان يبوش الايه بوش اوت اللينك الباكت. طيب هنا اكزامبل حاجه كده شبيهه عشان نقرب حته بروجيشن وترانسميشن، الفرق ما بين بروجيشن وترانسميشن. هنا بيقول لك لو انت عندك سرب عربيات 10 عربيات، تمام، وبيحصل لهم سيرفيس معين في حاجه اسمها تول بوست، حاجه زي الكارته كده، فكل عربيه بتاخد لها وقت معين في الكارته، وبعد كده تطلع من الايه من التول بوست ده. ده الترانسميشن تايم اللي بياخده الراجل في الكارته ده عشان يعمل سيرفيس للعربيه، او يعني وتفر السيرفيس اللي هتاخدها العربيه. الوقت ده اللي هو بياخده الراجل بتاع الكارت ده الترانسميشن ديلي لحد ما العربيه تطلع. طب العربيه وهي ماشيه في السكه لحد ما توصل للتول بوست التالي، ده البروجيشن ديلي. فهو مثلا بيدي لك اكزامبل، لو انا عندي كارز العربيات مثلا بتمشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه، وعندي التول بوست اللي هو الراجل بتاع الكارت ده مثلا هياخد 12 سكند، هياخد 12 سكند تو سيرفيس كار. العربيه بتاخد 12 ثانيه الواحده، السيرفيس بتاعها بياخد 12 ثانيه. اكزامبل يعني دي حاجه تقريبيه.12 ثانيه. طيب هل بيقول لك ايه بقى؟ وطبعا الكار هنا بتمثل البيت، يعني في سيميوليشن بينها يعني شبيهه بموضوع البيت عندنا في في النتورك. والسيرب العربيات اللي هم 10 ده الباكت على بعضها، تمام. بيقول لك السؤال هاو لونج انتل كارفان is lined up before second tool post، يعني ايه الوقت هتاخد قد ايه الوقت عشان ال 10 عربيات دول يترصوا قدام التول بوست الثاني، ياخدوا قد ايه وقت؟ طيب الاجابه الوقت اللي بياخده السيرب ده من العربيات عشان
يخرج من التول بوست ده، يعني يحصل له سيرفيس ال10 بيساوي، هم 10 وكل واحده بتاخد 12 ثانيه، يبقى 12 في 10 ب 120 ثانيه، 120 ثانيه يعني دقيقتين. طيب الوقت خلاص، يبقى هم على 10 بيقطع عشان يطلعوا بياخدوا 120 ثانيه دقيقتين. طب الوقت بقى اللي هياخدوه في الطريق، العربيه بتاخد في الطريق قد ايه؟ العربيه بتاخد في الطريق زائد دي على اس، الدي اللي هو 100 كيلو متر على اس على السبيد، احنا قلنا السبيد اللي هو ايه؟ اهي 100 كيلو متر على 100 كيلو متر على الساعه، ال 100 كيلو متر دي الديستنس تمام، والسبيد 100 كيلو متر في الساعه، يبقى اذا 100 كيلو متر على 100 على ساعه، يعني 100 على 100، ما هي العربيه سرعتها 100 كيلو متر في الساعه، يعني 100 على 1 لو هنشتغل بالساعه تمام، يعني 100، والديستنس دي بتساوي 100، يبقى 100 على 100 على 1 اللي هي 100 على 100 هتساوي ساعه كامله تمام. الساعه كامله ب 60 دقيقه زائد الدقيقتين بتوع الترانسميشن اللي هم اللي بياخدهم من العربيات عشان يحصل لها سيرفيس، هيبقى 62 مينت. بعد 62 دقيقه ال 10 عربيات هيترصوا عند التول بوست الثاني تمام. يبقى اذا المعادله دي هي الدي اللي هو الديستنس، المسافه ما بين اول تول بوست للتول بوست كان 100 كيلو متر، وده الاس اللي هي السبيد اللي هي 100 كيلو متر في الساعه اللي بتاخدها، اللي هي سرعه العربيه نفسها، اللي هي في الاخر هتديني 1 اور اللي هي 1 اور زائد 2 مينت يبقى 62 مينت. طيب سؤال يعني لو هنغير سؤال بقى، لو هنغير سرعه العربيه هتمشي ب 1000 كيلو متر في الساعه، وبدل ما كانت بيحصل لها سيرفيس في 12 ثانيه هيحصل لها في دقيقه واحده 1 مينت تو سيرفيس اكار، يعني سبوز تول بوز ناو تيكس 1 مينت تو سيرفيس اكار، وسبوز الكارز ناو بروبيجيت ات 100000 كيلو متر في الساعه تمام، ويل كارز ارايف تو سكند بوز بيفور اول كارز سيرفيس ات فيرست بوز. فبيقول لك لو السرعات دي اختلفت، لو هتمشي السرعه هتمشي في 1000، العربيه هتمشي بسرعه 1000 كيلو متر في الساعه وتاخد دقيقه في التول بوز، هل في عربيات هتوصل للتول بوز ده تمام، وهتكون في لسه عربيات هنا موجوده؟ الاجابه نعم، بعد 7 دقائق، بعد 7 minutes الفيرست كار arrives at second post 3 cars still at first post، يعني بعد 7 دقائق اول عربيه هتوصل هنا، وهيبقى هي فاضل هنا 3، يعني هيكون 7 طلعوا واول عربيه هتوصل بعد 7 دقائق وهيكون فاضل 3 في التول بوز. ازاي حصلت عرفنا المعلومه دي؟ احنا هنقول بقى انا المعادله بتاعتنا اللي هي ايه، دي على اس، الدي اللي هي 100 على 1000 كيلو متر في الساعه، 1000 على 1 يعني 100 على 1000 اللي هي تساوي 1/10 من الساعه اللي هي تساوي 6 دقائق، 6 دقائق زائد 1 مينت، احنا قلنا اتفقنا العربيه بتاخد 1 مينت عشان يحصل لها سيرفيس، يبقى بعد 7 دقائق في عربيه هتطلع وهتوصل هنا. طيب وطالما ان بعد 7 دقائق في عربيه هتطلع وتوصل هنا، هيكون في، لان كل عربيه بتاخد 1 مينت هيكون في 7 عربيات طلعوا، لان هياخدوا 7 مينت يحصل لهم سيرفيس، هيكون لسه فاضل لسه 3 موجودين عند اول طول، يعني هتكون في عربيه وصلت بعد 7 دقائق وفي 3 لا زالوا موجودين في الفيرست طول بوست. تاني حاجه بتقيس البرفورمانس، او يعني من الحاجات اللي بتقيس البرفورمانس، حاجه اسمها ترافيك انتنستي، بتقيس البرفورمانس بتاع اللينك اللي هو بتمشي فيه الباكتس. طبعا هو هنا بيشبه ترافيك انتنستي بالكوبري، هنا الكوبري فاضي خالص اهو، وهنا الكوبري زحمه جدا، فالكوبري زحمه العربيات مش عارفه تمشي، انما لو فاضي العربيه هتمشي بسرعه اكبر. نفس القصه في اللينكس بتاعت النتورك، لو الدنيا فاضيه الدنيا الباكت هتوصل بسرعه، لو الدنيا زحمه هتمشي ببطء او هتقف خالص مش هتعرف تمشي. امتى تقف خالص؟ امتى تمشي بسرعه؟ امتى تمشي ببطء؟
الكلام ده فيه شويه حاجات لازم نعرفها. حاجه اللينك باندويث او الكباسيتي بتاع اللينك نفسه لازم طبعا، مهم جدا معيار الباندويث اللي بنسميه ار. بنشوف اللينك ده الباندويث بتاعه الكباسيتي بتاعه، ودي بتبقى ثابت الكباسيتي ثابت، يعني كل واحد كل لينك كده معروف ان ده الكباسيتي، مثلا ده الكباسيتي بتاعه 1 ميجا في مثلا في الثانيه او اقل او اكتر او اقل. طبعا ال الباكت لينث، الباكت لينث نفسها طول الباكت، وايه الايه الافريج باكت ارايفل ريت، المتوسط اللي بتوصل اللي ايه الباكت بتوصل فيه، ذا افريج ريت ات ويتش باكيتس ار ارايفنج تو بي سيرفيس، الباكت اللي هو الوقت اللي الافريج متوسط الوقت اللي بتاخده ده الباكت عشان يحصل لها سيرفيس، تمام، عشان يحصل لها ايه سيرفيس معين، يعني عشان يحصل لها مثلا في الراوتر ولا اي حاجه بتاخد وقت قد ايه، تمام. يبقى الـ average rate at which packets are arriving to be serviced، الوقت اللي بتوصل فيه الباكت عشان يحصل لها سيرفيس، تمام. طيب ال traffic intensity بقى بيتقاس ايه بايه؟ بالـ L اللي هو الباكت لينث مضروب في الـ A على الـ R. ال L A على الـ R اللي هو طبعا اللي هو لو كان الرقم ده تقريبا بيساوي زيرو، ال L A على الـ R بيساوي زيرو، ده معناه ان ايه الكيو ديلي سمول، معناه ان الكيو ديلي سمول ده معناه ايه؟ ان الدنيا فاضيه، يعني الدنيا فاضيه خالص، والعربيه هتمشي بسرعه جدا والباكت هتمشي بسرعه جدا في اللينك. ليه؟ لان معنى ان الرقم ده تقريبا بيساوي زيرو ده معناه ايه؟ معناه ان المقام كبير جدا والبسط صغير جدا. المقام كبير جدا يعني اللينك ده فاضي، الكباسيتي عالي جدا، باندويث عالي، فاللينك فاضي. مش يعني كباسيتي مش 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 لازم يكون فاضي، يعني كبير يعني. طبعا احنا انما عرفنا ازاي ان هو فاضي؟ لان البسط قليل. يبقى اذا الباكتس اللي جايه اللي هي بتوصل في اللينك اللي طالعه من الراوتر وبتوصل في اللينك عشان تروح للراوتر الثاني عشان يحصل لها سيرفيس قليله، وبالتالي اللينك فاضي، تمام. لان طالما ان القيمه اللي طالعه من المعادله دي قريبه من الزيرو معناها ان البسط قليل والمقام كبير، وبالتالي الباقي اللينك كاباسيتي اكبر من الارايفنج ريت واكبر من الايه اللينس بتاع الباكت. طيب لو تقريبا بيساوي واحد، يعني هنا تقريبا بيساوي واحد معناه ان البسط تقريبا قد المقام، يبقى الكباسيتي تقريبا قد الباكتس اللي جايه واللي جايه على اللينك، يبقى العربيات اللي جايه تمام تقريبا ماليه المكان كله قد الحيز بتاع المكان، وبالتالي تقريبا بيساوي واحد، ده معناه ان في كيوينج دي كبير. طيب لو كان اكبر من واحد ده معناه ايه؟ معناه ان اللينك مش مستوعب الباكتس اللي طالعه من الراوتر، تمام، مش مستوعبها، وبالتالي في كيو ميدليك كبير. طبعا مش في كيو، لان معناه ان كده ان اللينك مليان جدا، مليان والباكتس جايه بسرعات اعلى، تمام، اعلى من المقام. ما هو طالما اكبر من واحد يعني الباسط كبير جدا والمقام صغير اصغر، تمام، وبالتالي هيحصل لوست، تمام، للباكت. وبقول لك هنا ايه ذان كان بي سيرفيس افريج ديلي، هنا هيبقى انفاينايت، هيبقى ايه طبعا ديلي لا نهائي طبعا، والباكت هيحصل لها لوست طبعا. اهو احنا بنقول هنا امتى بيحصل لوست للباكت، اهو في حالة ان ايه السرعة اللي جاية على اهو هنا الباكت الكيو مليان جدا اهو، اي باكت جاية هتروح فين؟ مش مالهاش مكان، وبالتالي هي هتفقد. ايه باكت arriving to full queue dropped، طبعا هيحصل لها drop.
بيحصلها دروبينج. لوست باكيت مي بي ريترانسميتد باي بريفيوس نود باي سورس ان ذا سيستم اور نوت. هتقول يعني زي ما اتفقنا، طب الباكيتس اللي هتبقى دي يعني خلاص كده راحت؟ لا، ممكن يحصلها ريترانسميشن، وده طبعا موجود في شابتر 2 ان شاء الله. بيحصلها ريترانسميشن تاني، لانه بيحصل السورس بيعرف ان الباكيت ما وصلتش بطريقه ما وبيبعتها تاني. طيب الثروبوت تاني بيرفورمانس، تاني ميجر بنقيس بيه البيرفورمانس بتاع النتورك بتاعنا يعني احد البيرفورمانس. وده بيتقاس، هو عباره عن ايه؟ هو الثروبوت، هو الريت او بيتقاس بالبيتس على التايم زيه زي الباندويتس، وهو مشابه جدا للباندويتس بس الفرق ما بينهم ات ويتش بيس ترانسفير بتوين سيندر اند ريسيفر. لو نلاحظ من التعريف هو قريب جدا من الباندويتس، المعدل اللي البيتس بتوصل فيه من السندر ريسيفر، انما هو مختلف طبعا. المعدل ده متغير، انما الباندويتس بيبقى ثابت، اللينك نفسه الكباسيتي بتاعه ثابت، انما الثروبوت المعدل بيختلف. المعدل اللي بالفعل الفعلي اللي بتمشي فيه الباكت، يعني لو قلنا مثلا ان اللينك ده بيستوى الكباسيتي بتاعه او الباندويتس بتاعه، الباند ويتس بتاعه مثلا 1 ميجا في الثانية، ده الباندويت الكباسيتي بتاعه 1 ميجا في الثانية، ده ثابت. انت بتشوف انت بتشتري السلك ده الكباسيتي بتاعه 1 ميجا في الثانية. طب الباكتس بتمشي فعليا قد ايه؟ هو ده الثروبوت. ممكن احيانا تمشي 10 كيلو في الثانية، ممكن 1 ميجا في الثانية، ممكن 50 ميجا في الثانية، ممكن 30 ميجا في الثانية، تمام؟ مش لا، لو هو واحد طبعا هو مش هي الثروبوت مش هيعدي. لو الكباسيتي 1 ميجا ممكن تكون مثلا مش هيعدي طبعا الكباسيتي بتاع الباندويث، ممكن مثلا نص ميجا في الثانيه، ربع ميجا في الثانيه. ممكن الثروبوت حسب الطريق فاضي وزحمه، مش حاجه وقفتك، تمام؟ فاذا الثروبوت هو المعدل الفعلي اللي بتوصل فيه الباكت، انما الباندويث ده اللي هو ايه؟ الكباسيتي نفسه، اللينك ده الكباسيتي بتاعه بيقدر يستوعب كام بيت في الثانيه. في نوعين من الباندويث. النوع الاولاني هو الانستانتونيوس، وفي الثاني اسمه الافريج. النوع الاولاني اللي هو من نود لنود، يعني من نود لنود ومن نود لنود، ده يعني مرحليا كده، يعني من نود لنود مرحله اولى، ومن نود لنود مرحله ثانيه، وهكذا. لو في اكتر من نود يبقى ايه؟ بياخد من نود للنود اللي بعدها. انما الافريج بياخد بيقيس الثروبوت من اول نود لحد الاخر، بيجيب الافريج بتاع الايه؟ بتاع السكه كلها، الطريق كله، تمام؟ طيب الباندويتس بيتقاس ازاي؟ الثروبوت بيتقاس ازاي؟ انا لو عندي تو لينكس هنا، الباندويتس بتاع اللينك الاولاني ار اس، والباندويتس بتاع اللينك الثاني ار سي. طبعا الباندويتس بتاع اللينك الثاني اكبر من الباندويتس بتاع اللينك الاولاني، اهو الماسوره دي اكبر من ماسوره المثل ده، يعني كشكل تقريبي، يعني معناه الباندويتس هنا الكباسيتي اعلى من ده، تمام؟ يبقى اذا ار اس هنا اقل من ار سي، الباندويتس بتاع السلك الاولاني اقل من ايه؟ طبعا ده سورس، وده اول راوتر، وده الديستنيشن. انا عايز اوصل من هنا لهنا، فهعدي علي اول حاجه على الراوتر ده، ومن هنا هيوديني ايه؟ للديستنيشن. عايز اقيس بقى الثروبوت من السورس لحد مين؟ لحد الديستنيشن، تمام؟ هنا لو كان العكس، لو عندي لينك هنا ادي السورس وادي الديستنيشن، هيعدي من على هنا ار اس، هنا الباندويتس هنا اعلى من ار سي، دي سكه ثانيه، الطريق ثاني، الطريق الثاني ده الار اس هنا ايه؟ اعلى من الطريق احسب هنا. يبقى اذا الثروبوت في الطريق ده كام؟ في الافرج ثروبوت، وهنا كام؟ الثروبوت هو المينيمم ما بين الار اس والار سي بس كده. يعني انا لو معدي على كام طريق بشوف اقل باندويتس في السكه هو ده الثروبوت. هنا ده عندي باندويتس ودي باندويتس، عشان يوصل من هنا لحد هنا هيعدي على تو باندويتس اهو. الثروبوت بيساوي اقل واحد اللي هو الار اس، هنا ار اس وار سي. يبقى اذا الثروبوت هنا يبقى ار اس، والثروبوت هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ار سي. هيبقى ار سي. في حاجه اسمها بوتل نيك لينك، وده بيقولوا لينك اون اند اند باث ذات كونسترينز اند اند ثروبوت، اللي هو اصغر لينك
اللي هو بيقدر يتحكم، هو هو السبب الاساسي في تاخير الباكت. هو اصلا الباكت لو الدنيا سريعه، مين اللي عطلني؟ هو اديا لينك. اديا لينك ده هو اسمه بيسموه بوتل نيك لينك، وده اللي هو بنقيس عنده اللي هو بيساوي اللي هو الباند ويث بتاعه هو الثروبوت. يبقى اذا بوتل نيك لينك هو اللينك، اديا لينك اللي خلى اللي عطل لي الباكت، والباند ويث بتاعه هو الثروبوت بتاع الايه السكه او الطريق اللي هي اللي خلت الباكت اتعطلت. يعني لو الثروبوت بتاع الترانسميشن هيساوي المينيمم ما بين الار اس والار سي، او ما بين اقل باند ويث مشيت في الباكت، يعني اقل لينك، اقل باند ويث بتاع لينك مشيت في الباكت. اللينك ده هو اللي بيسميه بوتل لينك، دي بوتل نيك لينك، والباند ويث بتاعه او الكباسيتي بتاعه هو بيسميه الثروبوت. هنا اكزامبل، لو انا عندي مثلا ادي ستة كونكشن عندي نتورك، كلهم بيبعتوا لبعض على من خلال باند ويث لينك اسمه ار، الباند ويث بتاعه ار. وهنا عندي لو هنفترض ان المجموعه الثلاثه دول بيبعتوا اللينك بتاعهم على باند ويث ار متساوي، يعني ار اس ار اس ار اس، يعني الثلاثه بيبعتوا باند ويث اللينكس بتاعتهم باند ويث بتاعهم متساوي، وهنا برضه بيبعتوا على ار، ده بيبقى طريقهم يعدي على ار، واللينك والباند ويث بتاعهم ار سي او ار سي متساوي، يعني الثلاثه دول الباند ويث بتاعهم متساوي والثلاثه دول الباند ويث بتاعهم متساوي. طب عايز، وهنا ار طبعا الباند ويث بتاعهم اكبر، فبيقول لك ايه؟ احسب الثروبوت بتاع النتورك دي، وعايزين نعرف البوتل نيك لينك اهو. الاجابه الثروبوت هنا هو المينيمم ما بين، احنا قلنا ادي حاجه ما بين ار سي وار اس، اهي ار سي وار اس، ومش احنا اقل طريق منهم وار على ستة، يعني المينيمم ما بين ار اس وار سي وار على ليه ار على ستة؟ لان الستة موصلين عليها، الستة موصلين عليها، فاقل قيمة من الثلاثة دول هي الثروبوت. طب ايه البوتل نيك لينك؟ اللي هو يا اما ار سي يا اما ار اس، اضيق واحدة الاضيق منهم، يا اما ار سي يا اما ايه ار اس، يشوف ايه اصغر واحدة منهم. يبقى الميجرمنتس اوف نتورك بيرفورمانس بيتقاس بشويه حاجات، اللي هم شويه ميجرمنتس اللي هم ايه؟ الباند ويث، الكباسيتي اوف ذا سيستم، ثروبوت، نمبر اوف بيتس ذات كان بي بوشت ثرو تايم، الوقت الفعلي اللي بتمشي فيه البيتس، تمام؟ في وقت معين، الوقت الفعلي اللي بتمشي البيتس فيه بيحصل لها بوشنج في تايم معين. الديلي او بيسموه الليتنسي اللي هو ايه؟ بيحصل باي ابيت فروم ستارت تو فينيش، الوقت اللي بتاخد البيت لحد ما توصل من البدايه للنهايه. اللوس اللي هو عدد البيتس اللي بيحصلها دروبنج، بتحصلها فقد في السكه. طب يقول لك ايه الفرق ما بين الثروبوت والباند ويث؟ زي ما اتفقنا الباند ويث از ذا ماكسيمم اماونت اوف داتا ذات كان ترافل ثرو تشانل، اللي هو الماكسيمم السعه الكباسيتي بتاع اللينك ده، وده معروف ده تبقى ايه بيجي باللينك ده، ده مثلا الخط ده اللينك ده سعته كذا اخره كذا. انما الثروبوت بقى فعليا بقى الداتا وصلت بعد ايه؟ الباكيتس مشيت بعد ايه؟ الوقت الفعلي اللي خدته الباكيت عشان توصل. How much data you actually does travel through the channel successfully? This can be limited by شويه، يعني في شويه حاجات بيعملوا بيتحكموا في القصه دي زي الليتنسي والبروتوكول، هل في زحمه ولا لا، البروتوكول بتاع يعني هل في شويه بروسيسنج كتير بتحصل ولا لا، وهكذا. بكده احنا خلصنا البرفورمانس بتاع النتورك، اوفر فيو عن البرفورمانس بتاع النتورك، لان شابتر 1 زي ما اتفقنا اوفر فيو عن كل عليه عن الكتاب كله. هنتكلم باختصار جدا على البروتوكول لايرز، وده اعتقد ان انتم خدتوه في كورس الداتا كوميونيكيشن، فمش هنطول فيها خالص، هنعدي عليها كده بسرعه.
احنا اتفقنا يعني ايه هي لايرز. بيقول لك ان النتورك فيها حاجات كومبلكس كتير، هوستس، راوترز، لينكس، وفيريس ميديا، ابلكيشنز، بروتوكول، هاردوير، سوفت وير. احنا محتاجين ننظم الدنيا دي كلها، فعملوا لايرز بحيث ان كل لاير فيه البروتوكولات بتاعته، بحيث يبقى فيها وفي الحاجات المرتبطه ببعض، تمام، وبحيث ان كل لاير يسلم للتاني والدنيا تبقى منظمه. فقال لك الداتا عشان تتبعت طبعا هتتبعت من الابلكيشن لاير، اللي هو ايه الابلكيشن؟ اللي هو انا فتحت البراوزر ده ابلكيشن، فتحت السكايب، فتحت الشاتنج بروجرام، فتحت ابلكيشن بتاع النتورك ده، انا كده في الابلكيشن لاير. بدات ابعت، بنزل بقى الداتا بقى، عملت انتر ينزل البريزنتيشن لاير. طبعا احنا بنتكلم على الموديل بتاع مين؟ حاجه اسمها الاي اس او، هو السايل موديل، لان في الموديل ده عندي في فيرجن 2 تي سي بي اي بي موديل، اللي مقتصر الثلاثه دول في لير واحد سماه ابلكيشن، انما بقيه اللايرز اللي تحت زي ما هي، تمام. طبعا الكلام ده هنتعدى عارفينه كلنا، فبنعدي هنعدي عليه بسرعه. الابلكيشن لاير في الاوستاي موديل بيعمل ايه؟ طبعا ما سبورت نتورك ابلكيشنز، كل النتورك ابلكيشنز زي البراوزر، فايل ترانسفير، اس ام تي بي، اتش تي بي، بروتوكولز، دي البروتوكولز، اف تي بي، اس ام تي بي، الاف تي بي بتاع الفايل ترانسفير بروتوكول، الاس ام تي بي بتاع الايميلز، الاتش تي بي بتاع الويب سايتس او المواقع الالكترونيه. الترانسبورت لاير مهمته ان هو ايه؟ بروسيس داتا ترانسفير، بيتاكد ان الداتا وصلت صح لنفس البروسيس، تمام. يعني ايه نفس البروسيس؟ لان انا فاتح اكتر من ابلكيشن، انا بشات من سكايب او بشات من فيسبوك، يبقى لازم الداتا توصل صح لنفس البرنامج السكايب او الفيسبوك، يعني بيوصلني للابلكيشن، البروسيس نفسها اللي شغال. مين بقى الترانسبورت لاير؟ هو ده اللي انا بقى الابلكيشن لاير، الثلاثه دول راح باعتين كل طبعا الباكت بتنزل من فوق لتحت، بتنزل من فوق لتحت لحد ما يمشي في الفيزيكال والخط. فوصل الترانسبورت لاير هو بقى ايه؟ طبعا بيحط هيدر، الهيدر معين، طبعا كل لاير بيحط الهيدر بتاعه. الترانسبورت لاير بيحط الهيدر بتاعه اللي هو بيقدر يتاكد انها توصل لنفس البرنامج اللي انا شغال عليه. النتورك لاير بيوصلني للنتورك عشان اوصل للجهاز. طب انا وصلت للجهاز عايز اوصل للبرنامج، الترانسبورت اللي هي بيوصلني للبرنامج اللي انا شغال عليه، اللي انا بشات مع واحد بيوصلني نفس البرنامج اللي بشات معايا فيه. بيستخدم تو بروتوكولز تي سي بي ويو دي بي. النتورك اللي هي راوتنج ده هو مسؤول عن عمليه الراوتنج نفسها، وبيستخدم باستخدام الاي بي ادرس، تمام، هيوصلني للنتورك نفسها اللي الراجل شغال عليها اللي انا ببعت له. اللينك داتا ترانسفير بتوين نيبرنج نتورك اليمنتس، طبعا بيشتغل على اللوكال، على الاجهزه اللي هي جوه النتورك اللي هي اللوكال نتورك بتاعتي. بيشتغل باستخدام الماك ادرس، بيحط الهيدر بتاعه عشان اشوف الداتا هتطلع من انهي جهاز وهتروح لانهي جهاز، تمام. دي شويه بروتوكولات. طبعا لو انا هشتغل ايثرنت او هشتغل واي فاي، الداتا بتاعت واي فاي وايثرنت دي بتختلف. طبعا الفيزيكال ده البيتس اللي هتمشي فيه في السلوك. برزنتيشن في الاو اس اي موديل ده مسؤول عن ايه؟ بيعمل ترجمه او تفسير لمعنى الداتا، شكل الداتا عامل ازاي، هل هي متشفره، هي مضغوطه، تمام، الفورمات بتاعها. السيشن لاير مسؤول عن حاجه اسمها سينكرونايزيشن او تشيك بوينتنج كفر اوف داتا اكستشينج، تتاكد مثلا الداتا ان الداتا هتوصل مظبوطه بترتيبها في ميعادها ما فيهاش ايرورز وهكذا. اهو في الاول ساي موديل ادي السبعه لايرز، هنا في التو سي بي اي بي موديل لم الثلاثه دول، تمام، اسمهم ابلكيشن لاير، وبقيه الموديل زي ما هنا انترنت او نتورك مش مشكله، او زي ما قلنا كل لاير بيحط الهيدر بتاعه. انا عندي المسج اهي، الراجل انا بشات مع واحد او ببعت حاجه ودوست انتر، بعت رسالة، المسج دي تنزل تحت ترانسبورت لاير معاها الهيدر، كل طبعا المسج نازل من الابلكيشن، الترانسبورت لاير بيحط الهيدر بتاع الاتش تي اتش ترانسبورت، وباسمها اسمها سيجمنت. اول ما توصل للترانسبورت لاير تنزل تحت للنتورك لاير، يحط الهيدر بتاع النتورك اللي هو طبعا الاي بي ادرس، بيسموه داتا جرام، طالما وصلت للنتورك لاير بيسموه داتا جرام. اللينك لاير بيحط الهيدر بتاع اللينك لير طبعا هو الماك ادرس،
يبقى اذا النتورك لاير بيحط الاي بي ادرس، اللينك لاير بيحط الماك ادرس اللي هو الاتش الاتش ال ده اللي هو الماك، الاتش ان هو الاي بي، الاتش تي بي الاتش تي ده الترانسبورت لاير. احنا هنشوف ايه هو اللي بيحطه الترانسبورت لاير، طبعا بيستخدم بورت نمبر عشان يوصل تمام للبروسيس نفسها. بعد كده يمشي المسج في السلك، طبعا هي طلع هي ماشيه هنا من فوق لتحت، هتوصل لايه؟ هتوصل من الديستنيشن ايه، هتوصل طبعا من وانت بتبعت من فوق لتحت، اما بتوصل من تحت لفوق هتوصل للفيزيكا، بعد كده تطلع لللينك. كل واحد كل هيدر كل لير بيشيل الهيدر بتاعه، ادي اللينك وصلت لللينك، فيروح شايل الهيدر بتاع اللينك، يروح للنتورك يشيل الهيدر بتاع النتورك، وبعد كده ترانسبورت يشيل الهيدر لحد ما توصل الداتا المسج من غير اي هيدر عند الابلكيشن. الراجل طبعا بتوصل له الرساله، بقول له مثلا هلو، توصل له كلمه هلو ما عندهاش اي حركه، فيهاش اي حاجه، لحد ما توصل لصاحبها للديستنيشن. زي ما اتفقنا انا عندي في الابلكيشن لير داتا بتنزل للترانسبورت لير باسمها سيجمنت، نزلت للنتورك لير باسمها باكيت او داتا جرام، نزلت لللينك لير بقى اسمها فريم، بقى فريم تمام. ده كان ملخص سريع جدا عن البروتوكول لايرز. هندخل في موضوع جديد اللي هو السكيورتي، برضو في الكتاب مغطي جانب من جوانب السكيورتي، النتورك سكيورتي. طبعا هو عامل اوفر فيو سريع عن النتورك سكيورتي، هو بيقول لك ايه هو النتورك سكيورتي. طبعا ان في ناس عايزه تبوظ الشبكه، يقول لك باد هاو باد جايز كان اتاك كمبيوتر نتوركس، ازاي ندافع اجينست الاتاكس ده، ازاي نحمي نفسنا، ازاي ان ديزاين اركتكتشرز ان هو يمنع هذه الاتاكس تمام. بيقول لك ان الانترنت عموما ما فيهوش قصه يعني هو بترتيبه اللايرز بتاعته وبالتنظيم بتاعه ما فيهوش سكيورتي عالي، وبالتالي احنا محتاجين نضيف شويه سكيورتي عشان نحافظ على نفسنا. ايه انواع السكيورتي اللي بقى، ايه انواع الاتاكس اللي بتحصل؟ عندي حاجه اسمها الميل وير. الميل وير اللي هي بعض البرامج اللي هي بتقدر بتاثر على بعض على الهوست زي الفيروس والورم. ايه الفرق بين الفيروس والورم؟ الفيروس سيلف ريبليكيتنج انفكشن باي ريسيفنج سكيورتنج اوبجكت، طبعا زي ايميل اتاتشمنت. الورم سيلف ريبليكيتنج انفكشن باي باسيفلي ريسيفنج اوبجكت جيتس ات سيلف اكسكيوتد. يعني ايه الكلام ده؟ ات دازنت نيد هيومن اكشن. يعني لو جالك ملف، اتبعت لك ملف، الفيروس ان انت لازم تدوس على الملف الاول، اول هو عباره عن برنامج فيروس عايز يبوظ لك الجهاز، بس انت لازم تضغط. جات ابعت لك مثلا فايل على ايميل، انت ما تعرفش ايه الفايل ده، فرحت دايس راح ايه عمل رن بوظ لك الدنيا، ده الفيروس. انما الوار او على الميل او بينزل نتورك لوحده، المهم انت محتاج تدخلك، محتاج انت اللي تشغله. انما الوار هو بيشتغل لوحده، هو مجرد ينزل على جهازك هو ايه بيعمل، بيحصل له اكسكيوشن لوحده، مش محتاج انت ايه تدوس عليه ولا تعمله رن تمام. في برامج للتجسس اللي هي مثلا زي اللي بتسجل وانت بتكتب على الـ على الكيس على الـ على لوحه المفاتيح على الكيبورد، بيسجل الحاجات، هو عايز يتجسس عليك، عايز يعرف انت بتكتب ايه. دي مهمتها ان هو عايز يشوف انت بتعمل ايه، بتكتب ايه، وعايز يقرا الكلام اللي بتكتبه. في نوع تاني من الاتاك اللي هو denial of service attack، الراجل عايز يبوظ يوقع لك الدنيا، عايز يعملك يوقف لك الخدمه نفسها. مثلا زي انا مثلا في موقع مضايقنا مثلا او مضايق حد، فنعمل عليه نبعت عليه ترافيك عالي قوي، كله يبعت عليه، طبعا مش احنا مش اجهزه، نعمل سوفت وير يبعت ترافيك عالي جدا بحيث انه ما يقدرش يستوعب الباكت سجاله فيقع هذا السيرفر. او مثلا عندي سيرفر اهو عايزين نوقعه، وعايزين نوقع الموقع ده، كل نبعت عليه باكتس كتيره جدا. طبعا اللي بيعمل ده شوف بقى كذا جهاز، وكل جهاز مشغل عليه برنامج يفضل يبعت له داتا كتيره جدا لحد ما يقدرش يستوعب الباكت اللي جاي، فيروح واقع، وتاني ما حدش يقدر يبعت له حاجه تمام. يبقى انا كده ايه، اتاكرز ميك ريسورسز او سيرفر باندوت ان افيلابل، انت بتخلي السيرفر نفسه او الريسورسز نفسها ان افيلابل تمام.
ايه اللي بيحصل؟ select target break into hosts around the network send packets to target from compromised hosts. طبعا بيسموا الكوليكشن بتاع البروجرامز اللي بتعمل القصه دي بيسموها ايه؟ بوت نت. It could be used to spam email or participate in distributed denial of service. اللي بتعمل القصه دي بيسموها بوت نت بروجرامز. تمام. في حاجه اسمها الباكت سنيفنج. باكت سنيفنج يعني من كلمه سنيفنج ده يعني كانه ايه بيتتبع حاجه بيشم حاجه عشان عايز يعرف ايه اللي بيحصل. او الراجل ده لو هنفترض ان في عايز يبعت لايه الراجل ده في النص كده ده بيبعت عادي جدا. تمام. وهنا بيقول له هنا السورس اللي هنا الديستنيشن ايه والسورس بي. تمام. فهو هنا ايه اللي بيحصل ايه ان هو ده في النص بيشوف الداتا اللي ماشيه بيشوف الداتا دي بتوصل له يبقى ايه بيشوف بياخد نسخه منها وبيعرف ايه اللي بيحصل فيها. تمام. او بريدز او ريكوردز اول باكيتس انكلودينج باسورد. لو في باسورد مثلا لو مثلا في باسورد بتاع سيرفر معين فبيقدر يشوف. في سوفت وير زي الواير شارك بيقدر يعمل حاجه بيعمل حته الباكيت سنيفنج ده وده فري بيعمل حاجه هو باكيت سنيفر يقدر ايه يتصنف يعني بيتصنف وده فري. في حاجه اسمها الاي بي سبوفنج اللي بقى ان هو بقى ايه الراجل بيحتال الراجل بقى عامل نفسه بيدعي ان هو واحد تاني. يعني مثلا هنا بي عايز يبعت لايه اللي بيحصل ايه بقى ان سي ده اللي هو الراجل الاتاكر ده هو اللي بيبعت لايه ويقول له ان انا مين ان انا بي. فبالتالي الراجل ده بيكلم السي على انه مين بي ان هو بي ما بعتش حاجه. ده بقى نوع تاني اللي هو اسمه الاي بي سبوفنج. عكس ده بيبعت عادي ده ما بيعملش حاجه للباكت ما بي ما بي ما بي ما بياخدش منها نسخه ما بيبعتش حاجه خالص انما الراجل بس بيشوف انت بتعمل ايه بتبعت ايه. ان ده بقى بيدعي ان هو الراجل اللي انت بتتكلم معاه. تخيل بقى ان السيرفر بيبعت لواحد ان هو ايه على انه الراجل اللي هو عايز يبعت له ولا هو واحد تاني خالص يعني. تمام. اي سنت باكيت ويز فولس سورس ادرس. انا بقول له ان انا بي انا ببعت وبقول له ان انا ايه الراجل اللي انت بتتكلم. طبعا الشابتر 8 في الموضوع السكيورتي في موضوع عن السكيورتي يعني شرح السكيورتي بالتفصيل يعني موضوعات عن السكيورتي. هنتكلم في حاجه ازاي بقى وده دي الحاجه اللي ضفناها جديد في الكورس عن الكورسات اللي قبل كده ان احنا هنعمل شويه نتورك بروجرامينج باستخدام البايثون. ازاي اسكان النتورك بتاعي بحيث ان انا اتاكد ان الاجهزه اللي انا ببعت لها افيلابل. بستخدم حاجه اسمها نتورك سكانر. ده بيستخدم الاي بي سكانر بيستخدم فور سكانينج ذا نتورك ذات كان ذات ار كونكتد تو سيفرال كمبيوترز. في نوعين من الميثودز ان انا اسكان النتورك واتاكد ان الاجهزه بتاعتي افيلابل. في حاجه اسمها الاي سي ام بي ايكو ريكوست وفي تي سي بي سكان. الاي سي ام بي ايكو ريكوست طبعا الاي سي ام بي ده يعني ستاندز فور ايه ذا انترنت كنترول مسج بروتوكول. ده بروتوكول مسؤول عن حاجه اسمها كنترول مسجز ان المسجز اللي بتتبعت عشان تتاكد ان في ايرورز ولا حاجه. السبورتنج بروتوكول يوزد باي نتورك ديفايسز انكلودنج راوترز تو سند ايرور مسجز اند اوبشنال انفورميشن انديكيتنج سكسس اور فيلير وين كوميونيكيتنج وذ انذر اي بي ادرس. لو انا يعني بتاكد ان الايه مسجز بتتبعت. تمام. بحيث المسجز دي ممكن تكون ايرور مسج او مسج تعرفني ان في سكسس حصل اتبعت صح او حصل فيلير او ما وصلتش. الكلام ده كله مسؤول عنه بروتوكول اسمه ليه اي سي ام بي مسؤول عن اي مسج من هذا النوع. طيب ان اي اس بي ان اي سي ام بي باكيت از سنت تو هوست يوزنج ذا اي بي ادرس اند اف اي سي ام بي ايكو از ريسيفد ذات مينز ذا هوست از اونلاين. يعني بيبعت مسج من نوع اي سي ام بي
هوست بيبعت مثلا عايز اتاكد ان انا عايز اتاكد ان الجهاز ده افيلبل. فاذا الجهاز اللي انا رحت له اللي انا ببعت له استقبل استقبل الرساله بتاعتي، ده معناه ان هو افيلبل وهو شغال وان اونلاين ومفيش مشكله فيه. بعمل القصه دي ازاي بالبايثون؟ بامبورت اللايبرري اسمها حجم السب سب بروسيس فور بينج ان رينج من 1 ل 10. لو انا عندي مثلا 10 اجهزه وعايز اتشيك ان ال 10 دول موجودين والادريسز بتاعتهم بتبدا من 127.0.0.1 لحد 127.0.0.10، يعني 127.0.0.1 127.0.2 و3 و4 وهكذا. تمام. بستخدم ميثود اسمها كول بينج اللي هو الرقم بتاعي. تمام. والادرس وهنا طبعا بهاي برنت بينج تو ادرس كذا اوكي لو يعني اطبعلي اوكي لو وصل. تمام. اف ريس طبعا اللي هي هستقبل فيها نتيجه الميثود دي هترجع لي حاجه في ريزلت، يعني لو ريزلت بتساوي 0 يزن اوكي. طب لو ريزلت بتساوي 2 نو ريسبونس فروم ادرس، يعني الرساله وصلت بس ما فيش رد. طب خالص لا في 2 ولا 0 يعني حاجه تاني، ده معناه ان ايه الرساله حصل لها فيلد ان الجهاز ده واقع اصلا. تمام. ادي هنا بعض الاوتبوت اللي ممكن يحصل. ممكن يقول لك ان اكسس دينايد، ممكن يقول لك ان الايه ان البنج للاي بي ده فيل. تمام. وهكذا. في التي سي بي سكان دي ميثود ثانيه از انتروديوسد which works on three way حاجه اسمها هاند شيك ميثود. يعني ايه هاند شيك؟ يعني انا ببعت لك حاجه اسمها سينكرونايزيشن مسج وانت بتبعت لي اكنولجمنت، يعني المسج دي بتشيك حاجه بعت لك مسج تشيك بيها حاجه، انت ايه تقول يعني كاني بسلم عليك ازيك اهلا وسهلا، فيرد عليك يقول اه تمام انت كويس اه انا كويس. تمام. حاجه اسمها ايه هاند شيك، هاند شيك مسجز. ودي بتبقى ايه يعني كلاينت سيرفر، كلاينت بيبعت السيرفر، السيرفر بيرد عليه هل انت كويس؟ اه انا كويس. هل انت موجود؟ ايوه انا موجود. هل انت في كونكشن؟ هل انت في كونكشن؟ يعني هل ممكن نعمل كونكشن؟ اه ممكن. تمام. This method has a pre-assumption that the hosts on the networks are open ports and we have to guess which port is open or not. يعني بتاكد البورتس مفتوحه، طالما ان في بورتس مفتوحه موجوده يبقى انت ايه؟ تمام. فانت تاكد لي. طب لان انا هبعت لك ازاي المسج؟ هبعتك على بورت معين، فانت هترد عليا من البورت ده، فانا هتشيك على البورت ده الاول. فطالما البورت ده موجود خلاص مفتوح يبقى انت ايه وانت بعت لي خلاص. طبعا ايه البورتس دي؟ كل اوبريتنج سيستم ليه بورتس معينه. لينكس مثلا بورت 20 21 22 23 دي بعض البورتس اللي ممكن ابعت عليها. في ويندوز 135 137 133 138 وهكذا. في الماك كمبيوتر بتاعت الماك 22 دول شويه البورتس اللي هي بتشيك عليهم يعني. تمام. زي ما اتفقنا في اكستشينج مسج بتحصل حاجه اسمها سينك اند اك او اكنولوج جام اكنولجمنتس باكيتس بيفور اكشوال داتا كوميونيكيشن بيجنز، قبل ما الداتا ايه تتبعت. فانا بتشيك الاول ابعت لك سينك، الكلاينت يبعت سينك مسج، السيرفر بيرد عليه باكنولجمنت مسج. طبعا هنا في البايثون بتعمل ازاي؟ ان انا بامبورت ماك، طبعا هناخد السوكيت ده بعدين، يعني ايه سوكيت وايه الفرق بين السوكيت والبورت هناخده بالتفصيل في محاضرات جايه ان شاء الله. المهم لازم عشان ابعت من بورت لبورت او من جهاز لجهاز ابعت داتا، يبقى لازم افتح سوكت، افتح باب. السوكت ده زي الباب بالظبط ما بين الجهازين او ما بين الكلاينت والسيرفر. تمام. بامبورت طبعا اللايبرز بتاعت السوكت. في ميثود اسمها سوكت دوت سوكت اللي هي سوكت اصلا الميثود باخد اوبجكت منها. تمام. هنا في تايب اوت فور نيو سوكيت اوبجكت. طبعا وانا بفتح سوكيت ده بقول يعني انه في تايم اوت، انا بعمل تايم اوت ليه، انا بحدده، ممكن ما احددش. لو الريتيرن زيرو لو الكونكشن سكسيد. تمام. ادي الريزلت برضه نفس القصه، بفتح كونكشن باستخدام الاوبجكت ده. لو السكسيد ريتيرن زيرو else تبع طبعا ايه ادرس اند بورت ان ذا تابل.
وبعد كده بفتح بقفل الكونكشن. لو حصل ان حصل استقبال صح هيرد عليا، ما حصلش استقبال هيبقى اذا المسج حصل لها فيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.